السائل من الرياض عبد العزيز رمز لاسمه بهذا الرمز يقول: منذ سنتين حججت متمتعا، وعند وصولي إلى مكة أديت مناسك العمرة، وبعد ذلك قمت بتقصير شعر الرأس عن طريق المقص، وأخذت شيئا يسيرا من الشعر من كل جهة من رأسي وليس من كل الشعر، فهل هذا العمل صحيح؟ إذا عممت رأسك وأخذت من كل الجهات فهذا صحيح، أما إذا أخذت من جهة وتركت بعض الجهات من رأسك لم تأخذ منها فهذا لا يكفي ولا يجزي في التقصير في النسك للحج أو العمرة، بل لا بد من تعميم الرأس بالقص والتقصير، كما أنه يعمم بالحلق كذلك يعمم بالتقصير. نعم.